مساء الخير والفل والسعاده على كل اللي بيشوفونا دلوقتي على شاشه قناه المحور، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير. يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم هو هنا. وقبل ما نبدا الحلقه خلوني اسلم على زمايلي مروه بن الميد. ازيك يا مروه؟ ازيك يا ديما، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كله حلو. ازيك يا نرمة؟ ازيك يا مروه؟ سكات كده، عندنا تكسير كده، عندنا حاله من السكات. اخبارك كله تمام الحمد لله. طبعا في البدايه بسلم على كل مشاهدي قناه المحور في كل مكان، كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده يوم جديد وقعده جديده من قعدات هو هنا. هسلم على نرمين تاني ونقول النهارده معانا ايه. ازيك يا نرمين؟ اخبارك ايه يا مرموره؟ يا ديمزي اخبارك ايه؟ وحشتينا الحمد لله على السلامه يا مرموره. وخليني كمان اسلم على كل هو وكل هنا بيشوفونا دلوقتي يوم جديد من ايامنا من هو هنا على شاشه قناه المحور. عندنا حاجات كتير، لكن زي ما انتم متعودين كده معانا، احنا بنحب نفتح مواضيع مع حضراتكم كده نقعد ندردش فيها ونعرف رايكم ونعرف راي الشارع. الموضوع النهاردة يعني عن الصفات. الصفات اللي الواحد دايما عندنا أصحاب كتير وعندنا أهل وعندنا يعني علاقات كتير. إيه أكتر صفة الواحد ممكن تبقى بالنسبة له مؤذية أو الواحد رافضها؟ هبدأ بديمة مثلا. أكتر صفة تكرهيها تبقى في حد بقى أنت مرتبطة بيه، حد من صحابك، حد من أهلك، إخواتك. إخواتك خلاص مفروضين علينا فما فيش مشكلة، لكن الأهل، الصحاب، الجيران، نطاق المحيط بيك. أعتقد الأنانية، إنه حد يبقى بيطلب منك حاجة وفي المقابل هو ما بيعملش ده. يعني دي طب حاجة. طب وأنت يا مروة؟ بحبش الكذب، بكره الكذب. يعني الكذب ده بالنسبه لي حاجه بشعه، يعني جزء من حياتنا. جزء من حياتنا فما اقدرش اقول ما بحبش الكذب. هيجي وقت وانا هكذب في حاجه يعني. بس هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، في انك تتجملي حاجه وفيك انك تخبي حاجه، بس ما تبقيش مع شخص او مثلا مع حد قريب منك قوي تكذبي. هو ده بالنسبه لي ده جرم بالنسبه لي. ايوه انا على فكره انا زي مروه مثلا. انا بتضايق من مثلا صحابي مثلا، يبقى واحده صاحبتي انتيم انا بحكي لها كل حاجه وهي تقعد تخبي وتتلائم وتقعد اسالها مثلا على حاجه تكذب عليا. البخل اللي بكره وكره يا جماعه طبعاً. يعني عارفه انا كنت زمان عندي، بس طبعا مش هقول اسمها خالص، كانت عندي واحده صاحبتي في ايام الجامعه، مش صاحبتي هي انتمتي، وبعدين كنا مثلا اروح اتغدى عندها، تقول لي هي تحتها السوبر ماركت، فتبقى عزماني بقى على الغدا، طيب انزلي بقى جيبي المياه الغازيه اللي انت بتشربيها بقى انت. ايوه ليه انزل اجي انا معزومه حضرتك؟ نعمل غدا مثلا، طب هاتي اكلك معايا. ساعات نعمل ديش بارتي عادي، لكن ان انا كل أنا مره عليك صح انا مش متخيله. والله لا، البخل كمان ما بين الصحاب بيبقى ما قابلتوش بصراحه قبل كده، بس البخل مع يعني البارتنر او الشخص اللي معاكي ده هو ده اللي بقوله. يعني صاحبتك ممكن تتجنبيها اصعب كتير، بس الشخص اللي معاكي او ممكن مثلا حد واحد مرتبط بواحده تكون بخيله، ده من اسوأ الصفات اللي ممكن اي حد يقابلها يقابله في حياته. يعني دي حاجه صعبه قوي. وايه تاني الصفات اللي ما بتحبهاش؟ الخيانه طبعا. على كل حال كاميرا هو هنا نزلت الشارع وسالت الناس في الشارع ايه اكتر صفه ممكن تضايقك من شخص قدامك. هنعرف طبعا ناس كتير هتقول حاجات متفاوته، هنسمع منهم وبعد كده نرجع نكمل كلامنا. صفة ممكن لو لقيتيها في حد ما تتعامليش معاه تاني؟ الخيانة، الكذب. ممكن يبقى كذاب مثلا. مبحبش الشخص الكذاب نهائي، والغبي الاثنين. كذب تحوير لو هو خبيث كده او كذاب. الخيانة مش حلوة. الكذب، الخيانة مثلا، دي اكتر صفات مثلا ممكن تخلي البني ادم ان هو ما يتعاملش معاه. وبعد ما شفنا اجابات الناس عن سؤال حلقتنا النهارده، تعالوا اقول لكم مين هيكون منورنا في استوديو هو هنا. اولى فقراتنا هنبداها مع مصممه الازياء فريده الصغير. هتكلمنا اكتر عن تصميمات الفساتين بتاعتها في الصيف، ونتكلم اكتر عن الحاجات الترند في صيف 2024 وكل ما يناسب البنات في الصيف. دي فقره لطيفه جدا لكل البنات والستات، فتابعونا ان شاء الله تعجب حضراتكم. هنروح بقى من الازياء والموضه، هنروح للبطلات، البطلات المصريات الحقيقه دايما اللي بيشرفونا رافعين اسم مصر دايما جوه وبره مصر. هيكون معنا واحده من بطلات مصر في رياضه ولعبه الشراع، الكابتن خلود منسي. عندها حاجات كتير وعندنا كلام كتير هنقعد نتكلموا معاها ان شاء الله انا وديما كمان شويه. خليكم معايا.